متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. شوطنا الرابع عشر، آخر أشواط صباحي هذا اليوم، أعلنت انطلاقته في هذه اللحظات للزمول. أتمنى التوفيق لكل الأسماء الحاضرة والمنطلقة مباشرة. أتقدم مع المراكز الأولى وتقدم مع المركز الأول، أتابع الصدارة والمقدمة شاهين على المركز الأول من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي في عملية التضمير. المركز الثاني شاهين من هجن ند الشبه القادم بمتابعة سالم بن سعيد في عملية التضمير والتدريب. والمركز الثالث يأتي في هذه اللحظات العزم القادم على المركز الثالث لسمو الشيخ الزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان عامر بن محمد بن عبيد المزروعي في عملية التضمير والتدريب والحذر على المركز الرابع. يتقدم لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني يتابع في عملية التضمير حسين بن محمد بن سالم السفران مباشرة من المركز الرابع إلى المركز الخامس. يتقدم في هذه اللحظات وينطلق في هذه اللحظات ناصي لسمو شيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعى بن عتيج الرميثي المحترف من يتابع في عملية التضمير والتدريب. المركز السادس ينطلق شاهين من هجن رياسة محمد بن عتيج بن زيتون آل مهيري في المتابعة الزعيم. على المركز الثامن يتقدم بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عوض بن مبارك بن سعيد آل مهيري في المتابعة. تاسع المراكز شاهين من هجن رياسة يتقدم بمتابعة حارب بن مغير العميمي. المركز العاشر يتقدم شاهين من هجن رياسة وهملول عفوا هملول القادم من هجن رياسة علي بن ميل لوهيبي في المتابعة. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء لهذه الشعارات المنطلقة والحاضرة. أتابع الأسماء القادمة، أتابع الشعارات القادمة في انطلاقة آخر أشواطنا، آخر تحديات الزمول في صباح هذا اليوم، في انطلاقات هذا اليوم. عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول. شاهين، شاهين على المركز الأول من هجن العاصفة يتقدم، من مؤسسة هجن العاصفة ينطلق بمتابعة غياث الهلالي. المركز الثاني شاهين من هجن ند الشبه سالم بن سعيد في المتابعة. المركز الثالث يتقدم في هذه اللحظات والقادم العزم العزم لسمو الشيخ الزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان عامر بن محمد بن عبيد بو عقر المزروعي من يتابع من يقدم هجن التراث على أرضية هذا الميدان في انطلاقات الزمول في تحديات هذه الزمول. بنوك الانتاج، بنوك الانتاج المركز الرابع، المركز الرابع القادم الحذر لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني يتابع حسين بن محمد بن سالم آل سفران ينطلق ويقدم الحذر على المركز الرابع. المركز الخامس أتابع ناصي القادم لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعى بن عتيج بن كسلة الرميثي
ينطلق المحترف في عالم الأصايل، يتقدم في هذه اللحظات ويقدم ناصي القادم على المركز، الخامس سادس المراكز. يتقدم الزعيم، ينطلق الزعيم بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وعوض بن مبارك المهيري في عملية التضمير. المركز، السابع، يتقدم شاهين من هجن رياسة، ينطلق في هذه اللحظات بمتابعة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. من يقدم شاهين على المركز السابع، ثامن المراكز. نتابع القادم شاهين من مؤسسة هجن الرياسة وحارب بن مغير العميمي، يتابع أبو سلطان في هذه الانطلاقات في هذه التحديات. وشاهين القادم، واول نداء لشاهين القادم من مؤسسة هجن العاصفة اياث الهلالي، يتابع يراقب شاهين يحمل الرقم واحد وينطلق في هذه الانطلاقات على المركز التاسع. عاشر المراكز، هملول، القادم من هجن رياسة علي بن ميل الوهيبي في المتابعة الظافر. هكذا هي النتيجة للعشر إذاعتنا الأولى للمراكز، أو الثانية عفوا، للمراكز العشر المتقدمة والحاضرة. عودة إلى المركز الأول، عودة إلى الصدارة والمقدمة، عودة إلى شاهين. لازال شاهين على المركز الأول، شاهين على الصدارة من هجن العاصفة يتقدم. الشعار الملكي يسيطر على المقدمة، وإحنا في هذه اللحظات بدأنا نغادر لافتة الثلاثة كيلومترات. حزام الغابات على يمين هذه الأسماء المنطلقة في هذه اللحظات. المركز الثاني العزم من هجن التراث، قادم العائدة ملكية لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، يتابع عامر بن محمد بن عبيد بو عقر المزروعي. من يقدم انطلاقة العزم على المركز الثاني، هجن الدشب القادمة على المركز الثالث، سالم بن سعيد في المتابعة في عملية التضمير والتدريب. ومن هجن الدشبة إلى هجن رياسة، من سالم بن سعيد إلى المجازف، محمد بن عتيج بن زيتون المهيري اللي يواصل إبداعاته في صباح هذا اليوم مع هجن رياسة وانطلاقات هجن رياسة ومع شاهين. من القادم؟ ناصي، القادم لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، يمعى بن عتيج بن كسل الرميثي، يتابع المحترف في عملية التضمير والتدريب. سابع المراكز أو سادس المراكز، القادم الحذر لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني، حسين بن محمد بن سالم آل سفران، من يتابع في هذه الانطلاقات في هذه التحديات. المركز السابع القادم الزعيم، المنطلق الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عوض بن مبارك المهيري وشاهين.
شاهين شاهين القادم على المركز الثامن وشاهين على المركز التاسع. الاثنين من هجن العاصفة بمتابعة اياث الهلالي في عملية التضمير والتدريب. نتابع هملول القادم من هجن رياسة في هذه اللحظات ينطلق في هذه اللحظات بمتابعة الظافر علي بن يميل الوهيبي. هكذا هي النتيجة لكن نعود والعود أحمد إلى المقدمة إلى المركز الأول إلى الصدارة إلى المركز الأول اللي غير العزم على المركز الأول العزم على الصدارة. يقترب الكل من الكيلومتر الأخير آخر أشواطنا في الفترة الصباحية لهجن أصحاب السمو الشيوخ. البداية والضربة كانت مع هجن رياسة ومع المجازف. شوط الختام آخر أشواطي هذه الفترة الصباحية هنا في هذه اللحظات العزم على المركز الأول ما بين المحترف ما بين المجازف ما بين حارب بن مغير وما بين مضمر العزم عامر بن محمد بعقر المزروعي. اللحظات الأخيرة الأمتار الأخيرة ناصي والعزم هجن التراث وهجن سمو شيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان. اللحظات الأخيرة يا المحترف الأمتار الأخيرة المجازف قادم في هذه اللحظات. يقدم شاهين وحارب بن مغير قادم مع شاهين لأربعمائة متر الأخيرة عدلنا القرية التراثية. يا المحترف قادم عامر بن محمد بن عبيد وعقر المزروعي. لكن ما عليك خوف يا المحترف هذا من انتاج المختبر. وفي يوم الامس كان الختام مع سلالة انتاج المختبر. سلامي عليك المحترف يا ميكسر. تهانينا والناموس لسمو شيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان. ها هو ناصي يختم صباحي هذا اليوم اشواطي هذا اليوم. تهانينا والناموس لمع بن عتيج بن كسر الرميثي المحترف. المركز الثاني العزم لسمو شيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. المركز الثالث شاهين من هجن رياسة. هملول من هجن رياسة على المركز الرابع والخامس شاهين لهجن رياسة. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود مع ناصي والتوقيت الزمني في الثمانية كيلومترات. توقيت ناصي نتابعه في هذه اللحظات مع مخرج هذا السباق 12 دقيقة 52 وثمان اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان. وتهانينا والناموس لمع بن عتيج بن كسل الرميثي. مشكور يا المحترف يا من قدمت هذه النجومية في صباح هذا اليوم 12 دقيقة 53 بالوفاء والتمام. هو توقيت العزم لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. شكرا عامر بن محمد بن عبيد بعقر المزروعي. المركز الثالث 12 دقيقة 56 هو التوقيت لشاهين من هجن رياسة. شكرا للمجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. تهانينا والناموس للجميع.